التحرك المغربي في القرقرات، كيف أعطى العاهل المغربي القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أوامره بالتدخل بكل حكمة وبكل صرامة؟ كيف تعاطت المجموعة الدولية مع التحرك المغربي الذي أعاد الأمور إلى نصابها في معبر القرقرات؟ كيف وجدت الجبهة الانفصالية نفسها من جديد مبعثرة الأوراق وبدون صوت؟ وكيف لجأت مرة أخرى إلى الحرب الإعلامية الزائفة بعد أن أحست بعزلتها على الصعيد الدولي؟ التحرك المغربي في القرقرات، أمسية خاصة من 3 ساعات، السبت بدءاً من 9 ليلاً.